اهلا وسهلا ومرحبا فيكم اصدقائي في دوجدا اليوم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عنا اول فيديو انبوكسينج عن منتج لكل محبين التصوير وانشاء المحتوى على اليوتيوب او على منصات التواصل الاجتماعي. عنا اليوم جهاز بروفيشنال كتير للتصوير، هو من شركة زيون سموث 4، هو جيمبل. هذا الجيمبل لكل محبين التقنية، فيه أحدث التقنيات لمعالجة الصورة وتتبع الصورة. خلينا نعمل أنبوكسينج مع بعض، خليكم معي. أول شيء عنا هاي العلبة هالشكل، نفتحها. في عنا بوكس، هاي هي شنطة وهي بوكس بنفس الوقت، مصنوعة من الفلين المقوى. طبعاً في كمان، طبعاً هدول اللي ما حدا يفتحون، كتيبات. كارت الجارانتي، وهون عنا كتيبات، وهذا كمان كتيبات كلها. نشيل عزي. هلا عنا البوكس الكبير، طبعا هو مثل ما عنا شنطاي بنفس الوقت. عنا هاي الجيمبل بحد ذاته، هلا بنحكي عنه. عنا كمان ميني ترايبود، كمان ترايبود عليه علامة زيون باللون الأحمر، كمان كتير كيوت ومرتب وشكله كتير كتير حلو. وعنا وصلة USB من نوع Type-C، كمان كتير جوتا، الرابر تبعها كتير جودته عالية وصاير مشان يمنع التشابك مع بعضه، مسطح كتير مرتب. طبعا هاي ما يلا استخدام مرة واحدة، هاي مثل ما قلنا ميزتها انه خفيفة كتير، هي شنطة كتير بتحفظه من الضربات والصدمات، لاني انا كتير بحب الشناتي اللي بحفظه الجيمبل، يعني ما في ابدا مساحات فاضيه وفراغات مشان ينهز فيها، كتير بتثبت الجيمبل بمحله، بتقدر تحطها معك بالشنطه يعني ولا اروع من هيك، كتير خفيفه وكتير جودتها عاليه. نحطها كمان على الزي. هلا عنا الجيمبل شخصيا يعني ما بعرف شو احكي لكم عليه، بس موديله يعني زراره زرار كاميرا DSLR احترافية، كله زرار. عنا هون اولا بكرت، هاي اولا بتعمل زوم بتعمل فوكس لوظيفتين. عنا هون زر المينيو، عنا هون بكرة تانية مع خصائص بتقلب بين السيلفي والكاميرا الخلفية، ونقدر هون ندخل على الشغلات اللي صورناها هون، الصور او الفيديوهات. هون الوايت بالانس نقدر نعيره، طبعا هاي كتير كليكي، زرارها كتير حلوة، جودته كتير عالية، يعني شو قد ما قلتلكم جودة البلاستيك فيه عالية وبريميوم بكون عبوصفه قليل. عنا هون زر الاغلاق والتشغيل، عنا هون في مودين، واحد البان فالو والمود الثاني اللي هو مشان تعقب. عنا هون زر الفلاش، عنا هون فتحة تايب سي كمان مشان شحن الجهاز بحد ذاته، فيه بطارية بسعة 2000 ملي أمبير. عنا هون لوجو زيون، وهون قطعة هي بلاستيك بس بتحسها مصنوعة من المعدن، وهون كمان على الطرف الثاني. وهون عنا فتحة الترايبود العادية اللي كلياتنا بنعرفها، فتحة
بالحجم الطبيعي للترايبود. في عنا هون كمان لوجو زيون، هاي ميتال كتير حلوة. وهون كمان من الطرف الثاني منلاقي لوجو زيون. عنا هون فيو بلوتوس طبعا، بنوصل عن طريق بلوتوس. وهون هاي مشان نحط فيها تليفون، مثبت التليفون. طبعا هذا عنا كمان هون زرين، واحد للسبورت مود للتتبع السريع الفوقاني، والتحتاني للتتبع العادي. بنفرد هذا الجيمبل بشغلة عن بقية الجيمبلات الثانية، انه فيه ميزة كتير حلوة، كل الجيمبل بتضل هيك هذا الرأس يعني حر دائما عم يتحرك كأني فلتان، بس هذا فيه وضعية هون، في مثل ماجنتيك او شيء هيك مثل زر فيك تقفله، بس قفلته بهالوضعية هيك بخفض الطاقة وبصير بضع نوم عشان ما يصرف بطارية. طبعا هون عنا زر مشان نوازن التليفون، اذا التليفون تقيل نكبر، وبيجي هو ستاندرد هيك صغير، اذا التليفون تقيل لازم نكبر لحتى يتوازن التليفون على السيوي قبل ما نشغله. في عنا كمان هون عنا هون لوجو زيون سموث 4 مكتوب اسمه. عنا هون بكرة كمان تانية اذا بدنا نقلب التليفون بالوضعية الطولية، مشان اذا حابين نصور فيديو ستوري على الانستغرام او الفيسبوك او واتساب مثل ما بتريدوا. طبعا نرجع هيك نقلبه بالعرض الوضع السينماتيك مود. إلو هون كمان فتحة تانية اللي هي ميني USB، هاي مشان نشحن التليفون وقت تكون موجود على الجيمبل نقدر نشحنه ونحن عم نصور، يعني الجيمبل بيشتغل كمان هو كباور بانك للتليفون اللي معنا. هلا رح نجرب نحط هالترايبود الصغير الكيوت الحلو، نركبه هون الشكلية. هاي حركة الهليكوبتر هيك نقدر نثبته مشان نقدر نصور فيه لاندسكيب أو بانوراما أو 360 درجة. نقدر نصور كمان فيه مودات كتير كتيرة، بفيديو مفصل رح أعملكم إياه. بنهاية الفيديو كل فيديو بحب أتشكركم على حسن المتابعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهالفيديو البسيط. طبعا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل شيء جديد، وإذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة اكتبوا لي إياها بالتعليقات وأنا جاهز على الرد عليها. دمتم بخير.